فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من ألمانيا تسأل، تقول إنها على منهج أهل السنة ولكن والدها على منهج الصوفية ويمنعها أن تتزوج بشاب على منهج صحيح. تقول: وأنا أرغب في الزواج من شاب على منهج صحيح وفي طلب العلم الشرعي. تقول: ما الحل لي في هذه الحال وماذا أفعل مع والدي؟ تذهب إلى المركز الإسلامي عندها وهم يتولون هذا المركز، يتولى هذا. نعم.